كده هعمل زبادي. مساء الخير احبائي واعزائي من قناتكم المفضله. الانبا يؤنس الذي يمثل المسيحيين يتحدى مصر، يتحدى مصر بايمانه، يتحدى مصر بالسيده العذراء، يتحدى مصر بموكب السيده العذراء، فيديو وصور خلال الالاف داخل دير السيده العذراء بدرونكا في اسيوط، كل هذه الجموع من اجل الاحتفال بموكب السيده العذراء. كل ذلك، هل هذا يعتبر تحدي من المسيحيون؟ هل هو تحدي للدولة المصرية؟ أم إيمان عظيم بأن السيدة العذراء تقف بجانب جميع المسيحيين؟ صور رائعة وجميلة. السيدة العذراء تتحدى الكورونا. السيدة العذراء تتحدى الكورونا. الأنبا يؤنس يتحدى فيروس وباء كورونا، يتحدى مصر. الأنبا يؤنس، نعم، حينما ضرب الرجل المسن بدون إرادته وغصبا عنه لأنه فقد اتزانه، اعتذر أمام جميع المصريين بأنه كان غصبا عنه. الأنبا يؤنس، أسد أسيوط، الرجل المبتسم دائما، الرجل المحب. انظروا، ها هو هذا الأنبا يؤنس. انظروا إلى الجموع الرهيبة، انظروا، إنها ثورة ضد كورونا. ما بالكم أيها المصريون، انظروا إلى المسيحيون، لا يخشون الكورونا، لا يخاف الكورونا. انظروا هذه الجموع، انظروا، إن المسيحيون يتحدوا كل ما هو من مرض. الأنبا يؤنس، لا يهمه المرض، لا يهمه فيروس كورونا. هل لا يهمه المصريين؟ هل لا يهمه المسيحيين؟ لا، لأن السيدة العذراء والدة الإله هي أقوى من أي شيء، هي أقوى من الكورونا ذاتها، هي أقوى من المرض، هي الشفاء، هي الطهارة. لقد قال عنها الإسلام: لقد اصطفاك الله يا مريم عن جميع نساء العالمين. ها هي السيدة العذراء، ها هي العذراء الطاهرة، مريم التي تحدث عنها الكثيرون، التي تحدث عنها الفنانون، التي تحدث عنها كل مسلم، التي تحدثت عنها جميع المعجزات. السيدة العذراء تشفي مصر من الكورونا. ها المسيحيون يتحدون مصر، والأنبا يؤنس يتحدى فيروس كورونا بالسيدة العذراء. أحبائي وأعزائي، لو الفيديو عجبكم أرجو الاشتراك والقناة. شكرا لكم.